طب دكتور، يعني الحديث الشريف يعني رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، إزاي يعني يخلص الشهر بإذن الله ونكون من الفائزين ومن المغفور لهم؟ أولا على الإنسان الصائم حتى يكون من المغفور لهم أو من المغفورين لهم، إني أولا يجدد التوبة إلى الله عز وجل، نتوب إلى الله ونجدد التوبة ونحسن هذه التوبة النصوح، من حيث أننا ننوي عدم العودة إلى المعاصي. ولذلك من الصواب في هذه الأمور أن نتوب توبة نصوحة، استحضر ذنوبا معينة، إنما تواحد لك سأتوب إلى الله، طب وبعدين تبت من إيه؟ حدد، هناك معاصي الإنسان يضعف في أمامها، حددها، إنوي التوبة الله عز وجل منها كبائر وصغائر. طيب جاء رمضان، ضع لنفسك برنامجا مهما، ولكن لابد من أهداف يمكن قياسها. بعض الناس يقول لك سأقرأ في رمضان قرآنا كثيرا، ده تيسه ازاي بقى حضرتك؟ ولا حاجة. سأصلي صلوات كثيرة، يعني ايه؟ سأتصدق كثيرا، يا عمي يعني ايه؟ حدد، لازم هدف تقدر تقيسه عشان تعرف انت ماذا فعلت وإلى أين وصلت. أقرأ قرآن كم جزء؟ جزء في اليوم، جزاك الله خير، هتختم في شهر جزئين ثلاثة المهم. وبعض الناس يخطئ في الحكاية دي، يبدأ شديد، يروح بادئ بخمس أجزاء في اليوم، أول يوم خمسة، ثاني يوم أربعة، ثالث يوم ثلاثة، الرابع اثنين، واحد يوم خلاص وقع منه الباقي، بادئ واخد الدنيا حامية. لا، ما دمت لم تتدرب قبل رمضان على أيام تعود فيها على الصيام، على القيام، على الطاعة، هيبقى صعب عليك، فابدأ واحدة واحدة خلاص عشان تعرف تكمل معاك الدنيا. حط أهداف تقاس في صلاة، في قراءة القرآن، في كذا في كذا، واحرص على إنك تكون مستديم في الطاعة. إنما بعض الناس ينشط في أول عشر أيام تلاقي الجوامع مليان، والعشر اللي في النص وعين، ويبدأ الناس يفوقوا على ليلة 25 27 هم، ويلاقي في رمضان خلص. هنا المفروض تعمل نفسك حد أدنى وحد أعلى، أنا مش هقل عن كذا ومش عايز أزيد عن كذا. إزاي مش عايز تزيد؟ لأن الزيادة اللي هي هيتبعها نقص وتوقف بلاها، إن بطل أرضا قصعا ولا ظهرا أبقى. فهنا الأولى بالناس إن الإنسان يحاول يجتهد في الطاعة، يحاول إن هو يضع برنامج يستطيع أن يجتاز به شهر رمضان الكريم إن شاء الله. جزاك الله خير شيخ عصام.